بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ناخد مثال كده على الراوتينج بتاع بمثال لحد كبير يكون يعني متكامل. افتح كده الاوبن كوماند برومبت وانا جوه الفولدر اللي انا شغال فيه. انا بس يعني حابب ان انا اكبر الخط شويه عشان يبقى باين في الفيديو. تمام. وبعد كده هكتب ايونيك ستارت واسمي الابلكيشن راوت واعمله بلانك. هيبدا سيت اب الابلكيشن بلانك. اسمه راوت هي المفروض ينزل لي هنا دلوقتي. هنا بيسألني بيقول لي اعمل بقى ايه، عامل اكونت على ايونيك اي او عشان لو انت هتستخدم مش نوتيفيكيشن او كلام من ده. اقول نو، انا خلاص اوكي، انا ظبطت لك الحاجه. ادي الابلكيشن، انا ممكن اخد منه على فكره كوبي بعد كده عشان بعد كده يبقى عندي نسخه من الابلكيشن بلانك. ممكن نسميه كده بلانك، ده يبقى كده يعني دايما ممكن نستخدمه في كوبي بيست لو انت في مكان ما فيش انترنت او كده يعني. طيب بعد كده هنعمل cd يعني change director على route عشان نخش جوه الفولدر بتاع route ده. خلاص كلام جميل. بعد كده احنا محتاجين نثبت sass dependencies، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، ودي مجموعه من libraries يعني بتساعدنا في تحسين الشكل الخاص بالابلكيشن يعني. ف هنعمل ايونيك وبعديها نقول له سيت اب ساس قال لي تمام كله تمام ماشي. طبعا زي ما قلنا احنا غرض من الليسن ده يعني احنا هنعمل ابلكيشن بسيط مش هنبرمجه بالكامل، لكن عايزين نعمل شاشات وازاي نتنقل ما بين شاشات وبالكامل. فاخش كده على راوت وادي هو www واخش على الاندكس بتاعتي افتحها مثلا ببراكتس. واروح كده على البادي في ايرون بين، اشيل البادي كله، شيل ونحط مكانه ايرون نام داش بار. طبعا انزل لك سلاش ان نمبر. تمام. وادي له الكلاس بتاعه زي ما اتفقنا عليه بار، له بار عادي بس هدي له اللون بتاعه بار على مثلا ستيبل مثلا ماشي. وعايز اعمل زرار بس باك فيه، فهو معايا الايون عشان مش فاتح الابلكيشن فالدنيا مش مظبطه معايا حتى في الاختيارات بتاعتي. انا المفروض ان انا اخترت التاجز يعني. طيب مش مشكله. ايون نام باك باتن، ايون نام باك باتن، خد بالك بقى من الساس. تمام. احنا كده بنشتغل بقى ايه يعني الكنترولز اصلا مسماه صح كده؟ وادي له كلاس، لو كنا كان كله اتش تي ام ال واحنا كنا بنستايلنج الحاجه بالكلاس، المره دي لا، باتون ايكون عشان يطلع بشكل ايكون. واقول وادي له مثلا ايكون، اقول ايون شكل ايكون بقى ارو مثلا سهم كده، ويكون ليفت بس ناحيه الشمال سي. خلاص بشكل الايه البطن اللي انا هعمله. وتحت الاين نافار هعمل برضه تاج جديد اسمه اين ناف فيو. ده هحط في الشغل بتاعي. طيب انا هفتح بس الفولدر بالكامل
تعالوا كده تمام، عشان بس انا بقى ايه متمخمخ كده الابلكيشن كله مفتوح قدامي مره واحده. طيب ماشي. بعد كده في جي اس هلاقي فولدر في فايل الاساسي اللي هو اب جي اس اللي هو معمول فيه الشغل كله. قلت له ماشي. هنا انجلر موتيول ستاتر وده ايونيك. قلت له كلام جميل. وبعد كده عايزين نحط اب دوت كونفيجريشن. هنا شويه حاجات هنسيبنا منها خالص. هنا بيرن بقى ولو ما يكون ريدي يطلع ويحمل الكورد بقى والبلاجن ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده فرن فانكشن. انا بعيد عن الرن فانكشن خالص، مش عارف رن فانكشن. انا هقول له برضو يا انجلر موديول دوت او اب، مش هسميه اب ولا ايه؟ ما عندناش منه نسخه، ما عندناش منه نسخه. انا مش مكتوب ان هو معمول له يعني اوبجكت، يعني اقصد نسخه يعني اوبجكت. قلت له ماشي بار اب يساوي كده. ها كان جميل. من هنا قلت له اب يعني ابلكيشن دوت كونفيج، هو كونفيج اديته فانكشن انونيمس فانكشن على طول اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده في الدرس اللي فات على طول يعني. قلت له ستيت بروفايدر كوما يو ار ال راوتر بروفايدر. يو ار ال راوتر بروفايدر دول الاثنين اللي ايه البارامترز اللي تحت الشغل كده بتاعي. قلت له ماشي. الاول انا هتكلم على ستيت بروفايدر، خلي ماله فكر سبيس واقول له دوت دوت ستيت. اول حاجه هعملها في الستيتس بتاعتي لما يبقى مكتوب اب كوما ايه اللي هيحصل. قلت له هظبط شويه حاجات بقى كده مظبوط. ايه هي؟ قلت له اليو ار ال بتاعي من فوق هيبقى سلاش اب تمام كوما اديله ابستراكت اللي هو مجرد اقول له ترو كوما واديله اللي هو تمبلت يو ار ال تمبلت يو ار ال واديله التمبلت يو ار ال بتاعه اللي هو هيبقى تمبلتس على app.html. ماشي. اخر حاجه اربطه بالكنترولر فاقول له كنترولر هعمل كنترول اسمه app كاترل اختصار كنترولر. ده كده الستيت الاولى تمام اللي هي سلاش اب عشان ما يخش على الابلكيشن ذات نفسه. دي هتبقى الرئيسيه بالنسبه لي، وادي الصفحه وادي الكنترولر اللي هيشتغل عليها. مش مشكله، دي اول واحده. ممكن اخد منها كوبي، ممكن اخد منها كوبي واعمل الايه الصفحه الثانيه. هي قلت له اب بقى بس اب دوت ستيوت واليو ار ال قلت له مش هيبقى اب بقى هيبقى سلاش students. ماشي حلو. يبقى كده ستيت اب دوت ستودنتس. اكيد بعمل كده نيم سبيس اكنها حاجه فرعيه من الاب، اكن اوبجكت جوه الاب خلاص. وحددت له اليو ار ال هيبقى على سلاش students. ماشي كلام جميل. ممكن اعمل حاجه كده بشكل مختلف، يعني بدل ما كنا مش بنتقال فاتت دي ممكن اقول فيوز يعني شكل العرض
وكولون ومعامل قوس كده وحط التمبلت يو ار ال والكنترولر واقفل كده اهو كده. دي طريقه تانيه برضو لفيوز جوه الفيوز، بس انا بس جوه الفيوز هنا لازم احط الاول اقول له فيوز، يعني فتحنا الكوس بتاع الفيوز تمام. جواها احدد ان انا اتكلم على الفيوز بتاع الستودنتس، يعني اجي نقول كده كده ستودنتس وكولون وقوم جاي كده وقوم جواه عامل كده. دي معناها ايه؟ قال له ما فهمتش حاجه. كلام جميل. بص اكني بقول الصفحه بتاعت الستودنتس دي ده اليو ار ال بتاعها سلاش ستودنتس، بس جواها اكتر من فيو. عايز اقول كده جواها اكتر من ايه؟ جواها اكتر من فيو. الفيو الاولاني اسمه ستودنتس، وادي العنوان بتاعه وادي الكنترول. طبعا العنوان بتاعنا غير المفروض نغيره، يعني هو هنا ستودنتس دوت اتش ام ال، ومش هيبقى اب كنترولر، هيبقى اسمه ايه؟ ستودنتس، ستودنتس كنترولر. ممكن بقى بنفس الطريقه دي كده ابدا اعمل ايه؟ اركب كمان فيو، يبقى الفيوز وافتح اول الفيوز والاخر الفيوز، وهو بقى عامل للستودنتس ده فيوز وغيره ده فيوز وغيره ده فيوز وغيره ده فيوز، بنفس التمبلت دي او بنفس الشكل ده، واخد اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وحاطط اكتر من ايه؟ اكتر من فيو. تمام؟ كلام جميل. نفس الطريقه ممكن اخد الستيت دي بتاعت اب دوت ستودنت عشان هي فيوز داخليه تحت الاب، واقول له هنا اب دوت ستودنتس دوت ديتيلز، وعايز اخش على صفحه اسمها ديتيلز. طب واليو ار ال بتاعك ايه؟ قلت له هيبقى ديتيلز. خلاص ديتيلز، بس عايز ابعت له في اليو ار ال الاي دي، فاقوم عامل كولون كده وكاتب اي دي، يبقى كده بقول ديتيلز سلاش واحد سلاش، واقوم حاطط مثلا وليكن العمر ايج. يبقى الصفحه دي لما تيجي تنادي عليها لازم ابعت لها الاي دي بتاع الستودنت وعمره، ابعت له الاي دي وايه؟ الاي دي وعمره، وصفحه الديتيلز بقى هتعرض بقى الكلام ده، او هتعرض حاجه بناء على الكلام ده فيما بعد. هنشوف الكلام ده في الداتابيز، مهم جدا. دي زي الكويري سترنج كده، الشغل القديم. طيب بعد كده هم قال فيوز، وهنا هسميها صفحه الفيو بتاع الديتيلز خلاص، والتمبلت يو ار ال تمبلتس على صفحه اسمها ديتيلز دوت اتش ام ال، والكنترولرز هنقول ديتيلز كنترولر تمام. وكده خلصنا صفحة الديتيلز، يبقى كده دي صفحة رئيسية وصفحة للستودنتس وصفحة الديتيلز. وخد بالك الرئيسية الأساس، تحت منها للستودنتس، تحت من للستودنتس ديتيلز، ماشي؟ وهطلع من ده طالع من ده طالع من ده. طيب عايز أطلع مثلا، افترض إن أنا عندي في الخريطة بتاعتي أو في التفكير بتاعي إن أنا ماشي عرفنا آب، وتحت الآب أخش منه ألاقي الستودنتس، ومن الستودنتس أخش على إيه؟ ألاقي ديتيلز. افترض إن أنا عايز أطلع في الصفحة الرئيسية زي ما طلعت الستودنتس، هطلع الكلاسز الفصول. لو هطلع الفصول بقى هو عامل كده، هو قال كمان ستيت. حلو، اولا اب مش دوت ستودنتس، دوت ايه يا عمي؟ قلت له دوت كلاسز على طول، صح كده؟ واليو ار ال مفيش بقى ولا الكلام ده ولا الاي دي ولا الكلام ده كله، كلاسز على طول. والفيوز بتاعته هقول له ده هيبقى اسمه كلاسز، وهنا صفحة ال HTML اسمها classes، و controller classes controller. ماشي؟ حلو قوي. لو افترضنا عندي صفحة اسمها details تانية بس للclasses، مش زي details بتاعت الستودنت دي، لا details تانية تحت الclasses، ممكن؟ ممكن. ممكن اعملها ببساطه خالص، بص اختصرها بقى، ستيت واقول له اب دوت كلاسز دوت ديتيلز
كوما وادي بدايه الموضوع ونهايته. اخش اعمل بقى كل التفاصيل دي، لا هقول لك على شكل مختصر كمان. يعني قلت لك شكل مطول، كنت قلت لك شكل المعتاد، وبعد كده شكل مطول اللي هو ده بالفيوز، وده شكل مختصر ببساطه خالص. هو له اليو ار ال بتاع الصفحه دي عشان يوصل لها، ده اقل حاجه. اقول له سلاش ديتيلز سلاش، ويبعت هنا الاي دي. الاي دي طبعا مقصود بيها الاي دي بتاع مين؟ بتاع الكلاسز. اما ابعت الاي دي رقم الكلاس ويطلع لي الايه؟ الديتيلز. وكده ممكن اعمل بقى ايه؟ سيمي كولون للستيتس. ممكن هنا اقول لك يو ار ال راوت بروفايدر دوت اذروايز، يعني لو ما كانش ولا واحده من اللي فوق دول، وديني على سلاش اب سلاش ستودنتس على اساس ان هي دي الديفولت بيج بتاعتها، سيمي كولون، وده الامر كده سيمي كولون. طيب السيت بروفايدر احنا قلنا اوبجكت الاساس، سيت راوتر 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 بروفايدر. هنقول السيت بروفايدر ذات نفسه اللي هو اللي فوق ده، اتكلمنا عليه قبل كده في الدرس اللي فات، بس هو كان اساس اصلا السيت بروفايدر. وقلنا ده الاوبجكت اللي بنستخدمه عشان نعمل سيت اب للراوتنج والتنقلات، صح كده؟ عشان نقدر نظبط فيه كل اليو ار الز الكتيره دي. طيب يبقى احنا كده ظبطنا الاندكس، وبعد كده ظبطنا الراوتنج، تمام كده؟ يبقى في الاكزامبلز ده بتاع الاكزامبل ده بتاع الستودنتس دوت احنا بنعمله الكلاسز ده. طبعا عملنا ده كله، وتبقى لينا طبعا ان احنا نرجع نعمل الفيوز، وبعد كده نعمل الكنترولر. خلاص احنا ظبطنا كده اليو ار ال بتاعتنا، عايز اعمل الفيوز بتاعتي الشاشات، واعمل الكنترولرز الاكواد اللي هتكلمها. بس هخليه في فيديو ثاني عشان حجم الفيديو.